احنا هنعمل فرقه استعراضيه كبيره، ترقص تغني تمثل. عندنا في الهند كل الناس بترقص في الشارع، سواق التاكسي ممكن يسيب التاكسي بتاعه ماشي يخبط في اي حاجه، يخبط في فيل، يخبط في اي حاجه وينزل يرقص في الشارع. يا الله، يعني انت شايف يا استاذ اكتاف ان احنا يعني ان شاء الله هنبقى مشهورين ونسافر بقى خميس وجمعه امريكا ونطلع بقى في التلفزيونات بقى ونقابل الاستاذ وائل النقراشي؟ يلا ما تقولش كده، هتعمل لنا مشاكل مع الاعلاميين ليه؟ اسمه الاستاذ محمد النقراشي. انتوا مش هتروحوا امريكا بس، انتوا هتطلعوا المريخ، هتبقوا اكبر فرقه استعراضيه في العالم كله. انتوا معاكم ارناف ابن ام ارناف، والاجر والثواب على الله. ايوه يا ارناف، يعني احنا كده ممكن نبدا شغل من امتى؟ من بكره. انا عارف انتوا عايزين تطوروا فن المهرجانات، فلازم نعمل خطه كويسه قوي، نشتغل على المهرجانات، ندرس السوق، نخش بتقلنا، وبعدين نعمل لكم عملية ادفرتايزنج كبيرة. لا يعني احنا حضرتك عملية تجميل ملناش فيها، يعني منخلع. احنا عايزين نعمل لكم كل واحد كاركتر، تبقوا مختلفين عن بعض، رمزي دولا، دولا رمزي، مختلفين. ايوه الله. انا سخنت قوي. دولا سمعوا بقى حتة كده من قصيدك كده. برضو دي يعني حاجة بسيطة اللي ما فكرش فيها، يا تطلع دلوقتي حالا. يعني حبيبتي واقفة في الشباك، الله، ناديت لها وقلت لها ايه اخبارك ايه، فكان ابوها ساعتها واقف في البلكونة بالفانيلا الحمالات. الله. قال لي ايه مالك بتكلم مين؟ قلت له مفيش يا عمي، بنتك واقفة الناحية التانية ومش شايفاك، تبقى مصيبة لو شافت ان ابوها واقف وانا بلغيها، عشان كده نفسي يا مصر اروح. الله الله. وهو مش بيفكر يعني كده، امال لو فكر بقى. الشعر ده هو بقى يا ابني، ما كلنا اهو، ما انا الشعر اهو مش مضايقني، وده الراجل الشعر اهو مش مضايق، وده الراجل ده بص اهو اتفضل ولا مضايقه ولا اي حاجه، انت المهم انك انت تبينه ان هو طبيعي. يعني كده يعني دول؟ لا يعني مش شدك منه. اي 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 ايوه اي باين ان هو طبيعي. ماشي. واللبس حلو؟ ها اللبس 100 100. ده اللي هيشهرنا يعني؟ وايه ده، ايه اللي انت جايب؟ ايه جايب قمصان؟ جايب قمصان في ايدك يا هبل. شباب ايوه، عايزين نعمل رقصه بشكل احترافي. هو هيقول لنا دلوقتي. اصبر. انهي دي؟ هاي هي دي. اتفضل. هنعمل اول خطوه في الرقصه كده وانتوا تقلدوني على طول. اوكي كده. انهي بقى؟ انهي؟ اسكت. هنشوفها بقى. معلش كده. كانك بتلمع الازاز. ماشي دول، ماشي. يا بتعمل ايه؟ بلمع الازاز بقى اهو. ما تبدعش، زي ما هو لمعه كده هو لمعه. ماشي ماشي اهو بقى. معلش هنعمل خطوه تانيه اسهل خالص. بسيطه خالص. انهي هي دي؟ اهو وامسك الدرابزين وانا طالع كاني ماسك الدرابزين. نازل يعني؟ لا طالع. قصدي كاني طالع اهو الدرابزين. يا رب تقع من على السلم. طلعت. انتوا هايلين. الله يخليك. انتوا رائعين. الله يخليك. يلا نبدا الرقصة. يلا اتفضل. يعني ايه بعد ما صرفنا كل الفلوس دي كلها حضرتك مش عارف تعمل لنا اي حاجه؟ ده انت وعدتنا ان احنا مش هننام من كتر الشغل، هنفضل واحنا شغالين بننام ونصحى نشتغل، بننام ونصحى نشتغل. فين الشغل؟ وانا هعمل لكم ايه؟ انتوا اللي اصواتكم وحشه والناس مش متقبلاكم، وشعرك كمان شعر ركيك. ايوه حضرتك اهو يا استاذ اكتاف بعظمه لسانك بتقول ان شعر دول حبيبي رقيق. فين بقى المشكله؟ المشكله يا رمزي ان في نحس. نحس؟ تعرف فين ان النحس ده يا رمزي؟
أنا في الهند خليت واحد أخرس ياخد جايزة أحسن صوت. دول ناس هنات وحضرتك يعني مش فاهمين أي حاجة. إحنا بص عملنا إيه في نفسنا ده؟ إحنا العيال الصغيرة بيحدفونا بالطوب بقى، هنعمل إيه أكتر من كده بقى؟ أنت تسكت خالص بصوتك اللي زي صوت الضفدع ده، أنت عارف إن رمزي رمزي مالك؟ رمزي افتح بقك. هو أقول لا لا افتح بقك. بقك بقك يا رمزي، وريني رمزي. رمزي انت ما عندكش احبال صوتيه، انت عندك حبال غسيل. حبال غسيل؟ ايوه، وانا عمال اقول الهدوم بتاعتي بتروح في انترناشونال، الهدوم جوه بقك يا ابني. مهما كانت حاجه هدوم لو ماشي ماشي. يا رب الانفض اللي حطه في ايدك ده يعورك. طب حضرتك الحل ايه؟ انا رهنت البازار، انا حياتي كلها متوقفه على الشغلانه المهببه اللي احنا اخترناها دي. انا عملت لكم كل الوسائل العلميه في الدعايه، لزقت صوركم على الحيطان، دورت عيال الشوارع يوزعوا صوركم مع المناديل في المترو وفي الاوتوبيس وفي كل حته. اعمل ايه تاني يعني؟ عايز ايه؟ استاذ عايز ايه؟ انت ايه يا عم مش شايفني؟ عايز ايه؟ انت صاحي من النوم؟ انت متعصب على ايه؟ انا جايب لك سبوبه يا استاذ عادل. سبوبه ايه؟ اول مص المعلم فتحي صاحب القهوه طهور ابنه النهارده وقال لي اتوسط له عشان خاطر انت توافق تيجي. حفل طهور؟ انا اتكتب في السي في بتاعي اني عملت حفل طهور؟ لا يا استاذ مش منطقتي. وكمان ايه البشاعه دي؟ طفل صغير بيتألم وكمان ممكن يسموه أرناف، وانتوا عمالين تضحكوا وترقصوا وتهيصوا. آسف يا أستاذ مش منطقتي. يا سيدي دي منطقتنا احنا بس يا أستاذ أكتفي. وقعد بس وقعد بس. هو حضرتك مدير أعمالنا ولا يعني من جمعية الرفق بالمطهرين؟ قولك رهن البزارة من جوع. من جوع بس هنجوع يا دول. هنشحت ولا حتة يا أستاذ ولا حتة. يعني الحفله بتاعت الطهور دي هيدفع لنا فيها المعلم فلوس ولا مشاريب ولا ايه؟ يا استاذ عادل الكلام ده انت بتصغرني ليه طيب كده قدام القهوه كده يا استاذ عادل؟ اكيد هيدفع، ده راجل فييش غير كوكتيل رمزي كمان. بتتكلم جد؟ اول مصحى 100 100. يالا ماشي كده اقدر اقول وانا مطمن اللي هيحيي الطهور ده دوله ورمزيكا. ربنا يتم بخير. قبل عوض. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم يا معلم فتحي. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك يا معلم. عبالك إن شاء الله. عبالوا إيه يا هبل؟ ده طهور طهور. أهلا يا اللي رفعتوا راسنا. الله يخليك يا معلم. تتعشوا الأول؟ لا إحنا نسخن بقى بكوكتيل الأول وبعدين يعني ربنا يكرم. كوكتيل إيه؟ كوكتيل؟ لا بعد العشاء على طول نتعشى الأول. بس هنتعشى ان شاء الله يا معلم طبعا. بعد ما خلص نمرتنا يعني هتشغلوا الاول. اه اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا. السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ يا رجاله السلام عليكم. والف الف مبروك. الف مبروك ولطهور ابن المعلم اللي رفع راسنا لفوق. وكله ايده فوق. كله يرفع ايده فوق. كله يرفع ايده فوق. كل الناس ايده تاني. خش بالمزيكا. كله بقى فوق جامد قوي. سعفة بقى. لو هتضهروا لا ثواني ما تضهروش. لو رمزيكا والحزة حقا وتقرروش. لو رمزيكا الليلة راجعين يعملوا الليلة. ايه يا معلم؟ ايه الكلام ده يا معلم؟ بحط عيب في حقك يا معلم. في حقي صح؟ اه طبعا في حق الواد طبعا. انت اللي طهوه يا
اللي بتعملوه ده؟ يا معلم في ايه؟ انت وقفت الشغل ليه يا معلم؟ وقفت الشغل ليه؟ ده طهور مش فرح، طهور. يعني اسمع يا ابو طاهر، طار في الهوا شاشي. طار في الهوا شاشك انت، احنا مالنا ومالك؟ الكلام ده قديم، ما تقولش معانا يعني يا معلم. اه معلم، وبعدين لو كنت انت يعني عايز تعمل فيلم عشان تهرب من العشاء قول لنا من الاول. عشاء قول له حاجه. لا واضح يا جماعه الحكايه كده مش نافعه. بس قول لنا يا معلم، العيال دي نروقهم. انا قلت كده برضه، هاتوهم. ثانيه واحده يا معلم قبل ما اي حد يتحرك، لا مؤاخذه يعني معلمين، تعالوا كده شويه، تعالوا كده شويه، تعالوا كده شويه. جاهزين يا رجاله؟ ثانيه يا استاذ دول. اه جاهزين؟ كده جاهز. ايوه يلا بينا. جاهزين؟ ايوه. واحد اتنين تا اجري على دموم. العافيه. الحمد لله هتعشى لوحدي. انتوا شفتوني؟ دولا.